طبعا يأتي هذا المعزال بناء على مكرمة وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، وذلك انطلاق من رؤية سموه في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج السمو في جمهورية السودان الشقيقة، حيث كما ذكرتم مشكورين ستتولى الأمانة العامة للجائزة تنظيم هذا المهرجان بنسخته العاشرة 2017، وذلك بالتنسيق مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عفوا، بس متى سينطلق هذا المهرجان؟ أستاذ عبد الله، المهرجان مهرجان السمو السودانية سوف ينطلق إن شاء الله خلال شهر ديسمبر من هذا السنة 2017، وذلك بمشاركة كافة جهات الاختصاص على مستوى جمهورية السودان من مؤسسات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، المزارعين، المنتجين، المصانع، المختبرات زراعة الأنسجة وغير هذا، وذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات بالسودان وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. دكتور، يعني لو نتحدث أيضا عن جهود هذه الجائزة المهمة جدا واللي أيضا تعكس استراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بقطاع النخيل والتمور، نتحدث عن هذه الجهود على امتداد الرقعة العربية أيضا وما تسعى لتحقيقه. سؤال مهم جدا، لأن الأمانة العامة للجائزة تنطلق من رؤية صاحب الجائزة وراعيها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث أن هذه الجائزة ساهمت على مدى 10 سنوات خلت إلى تعزيز الموقع الريادي اللي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية، وذلك في دعم تطوير تنمية القطاع النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستويات الثلاثة: المحلي، الإقليمي والدولي. طبعا كل هذا بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو طالب نائب القائد على القوات المسلحة حفظه الله، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، كذلك متابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة. بفضل دعم وتعليمات وتوجيهات سمو الشيوخ أصبحت راية دولة الإمارات في قطاع النخيل والابتكار الزراعي وإنتاج التمور ترفرف عاليا على المستوى الإقليمي والدولي الحمد لله.